موسكو تعبر عن تفاؤلها وإن بحذر بعد القمة الأمريكية الروسية التي جاءت مع تدهور تدريجي للعلاقات وصل إلى أدنى مستوياته منذ الحرب الباردة. آخر المواقف الروسية كانت للرئيس نفسه الذي رحب بما وصفه عودة المنطق الأمريكي السليم، كما أضاف بأن بلاده مستعدة لمواصلة الحوار إن كانت واشنطن مستعدة لذلك. لنرى ماذا قال الرئيس الروسي. Образ, который рисует, он даже может немножко расхолаживать, но расхолаживаться здесь нечем. Байден, он профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает. Повторю еще раз, он собран, понимает, чего он хочет, чего он хочет добиться. И делает очень искусно это сразу чувствуется. وبعد أن رسم الرئيس بايدن خطاً أحمر حول الأمن السبراني والتهديدات التي قد تطال البنية التحتية الحيوية خلال القمة، ووضعت موسكو بدورها خطوطاً حمر اليوم خلال تصريحات للمتحدث باسم الكرملين الذي عبر عن قلق بلاده حول موضوع أوكرانيا، وتحديداً عضوية الأخيرة في حلف شمال الأطلسي والتي اعتبرها ستكون خطاً أحمر بالنسبة لموسكو، إلا أنه أيضاً أشار إلى أن القمة كانت إيجابية في مجملها. Мы слышали во время европейского турне президента Байдена, первый раз он достаточно однозначно говорил о потенциальной возможности предоставления Украине ПДЧ. Это первый раз было сказано на таком самом высоком уровне. И, конечно, это вызывает нашу обеспокоенность. أما أوكرانيا فأسفت من جهتها لعدم التوصل في القمة الثنائية إلى حسم فيما يخص التدخل العسكري الروسي في أراضيها، إلا أن وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا عبر عن ثقته بموقف واشنطن الحازم في هذا الموضوع وإصرارها على عدم المساومة على أوكرانيا. Well, of course I wish President Putin walked out from that summit and said we are withdrawing from Ukraine. I saw in President Biden's eyes that this is the time to do that, but expectations should always be reasonable. And we, from what I know, President Biden was very strong and resolved on the issues related to Ukraine. And President Putin saw no hesitation or no invitation to bargain from the United States on the Ukrainian matter. And this is a matter of principle because we agreed with the United States that no deals on Ukraine will be made without Ukraine. And America kept its promise. We will be keeping ours and we will continue to closely cooperate with the United States. ووسط مخاوف حول سباق جديد إلى التسلح بسبب تدهور العلاقات بين واشنطن وموسكو منذ سنوات، كان وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قيام حوار حول نزع السلاح النووي ورفض الحرب الذرية بين الطرفين بأنه إنجاز فعلي، خصوصا وأن الجانبين يمتلكان أكثر من 90% من الأسلحة النووية في العالم، وذلك بحسب آخر التقارير. وأضاف ريابكوف بأن الحوار سيبدأ قريبا وهو مسألة أسابيع وليس مسألة أشهر.